بين البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت أمس ونتائج الانتخابات العامة في اليابان والتي صدرت صباح اليوم، يتباين أداء الأسواق الآسيوية هذا النهار. نجد ارتفاع حاد وقوي في الأسواق اليابانية، 2.16% من الارتفاع على النيكاي بين كل الأسهم، يعني كل الأسهم ممكن نفكر فيها إذا كان فاست هولدينج والفاست ريتيل ولا كان سوفت بانك، تدعم كلها هذه الارتفاعات على النيكاي. بالمقابل تراجع بهانغ سينغ، ولو أنه في شوية تحسن، كان وصل إلى مستويات أدنى من هذه على الهانغ سينغ، خسائر بشركات التكنولوجيا تحديدا تنسنت، علي بابا، لكن أيضا ميتوان أيضا، لكن خسائر على HSBC هولدينج كذلك تضغط على مؤشر الهانغ سينغ مرة أخرى. وينضم إلي الآن من ليماسول محمد المريري، مدير المنطقة العربية في أوربكس. محمد، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير وشكرا جزيلا حضورك معنا اليوم. البيانات الاقتصادية هذه من الصين، طبعا الشهر الثاني على التوالي انكمش الPMI، ما هي الآن التوقعات لنهاية هذا العام؟ يسعد صباحك ست صبا ومشاهدينك الكرام. يمكن احنا مع بدايه اولى جلسات تداول في نوفمبر، هذا يعني ابتداء من هذا الاسبوع، هذا الاسبوع بيحمل اهميه كبيره على 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 صعيد السياسه النقديه. احنا في انتظار يمكن اجتماع الفيدرالي يوم الاربعاء القادم اللي راح يكون له تاثير كبير على السياسه النقديه والمرحله القادمه في اختتام الربع الاخير من هذا العام. معظم المراقبين منتظرين الاعلان عن بدء في تقليص عمليات شراء السندات، تقليص السيولة من الأسواق. يمكن هذا الشيء اللي تم الحديث عنه في أكثر من مؤتمر مؤخرا من قبل رئيس الفيدرالي جيروم باول. هذا الأسبوع راح نشوف إذا كان بالفعل راح نبدأ في إعلان تاريخ أو إعلان حجم لهذا التقليص. كذلك أيضا مع ختام هذا الأسبوع في عنا بيانات التوظيف والبطالة من الولايات المتحدة الأمريكية، اللي أيضا راح تلعب دور كبير في تحديد الوجهة القادمة لسياسات البنك الفيدرالي. شفنا يمكن ارتفاعات استثنائية خلال الأسبوع الماضي في أسواق الأسهم بشكل عام. المراقبين والمستثمرين يمكن ركزوا على البيانات الفصلية والنتائج اللي جدا جيدة، أفضل من التوقعات كانت للشركات، وتم يمكن عدم التركيز على أساسيات الأسواق المتعلقة بالسياسات النقدية، كان التركيز الأكبر على الأرباح الفصلية. نعم. اللي دعمت هاي الارتفاعات نحو تحقيق يمكن أرقام قياسية على المؤشرات الأساسية في الأسواق. لأن العقود الأجل للمؤشرات إذا كانت الأوروبية ولا الأمريكية كلها تشير إلى مزيد من الارتفاع، والبعض يرى بأنه فعليا أي قرارات رح نسمعها إن كان من الفيدرالي يوم الأربعاء أو من بنك إنجلترا يوم الخميس محسوبة بالأسواق أوريدي. فعليا تم الاحتساب انه راح يتم نفس ما ذكرنا الاعلان عن موعد او عن حجم لهذا التقليص. اللي يمكن يفاجئ الاسواق هو تمديد هذا السيوله الموجوده في الاسواق دون الاعلان عن موعد محدد او عن كميه محدده لبدء التقليص. هذا الشيء اللي ممكن يصنع فارق ويدفع الاسواق للمزيد من الارتفاع في حال توفرت السيوله لفتره اطول عن المحتسبه حاليا في الاسواق نفس ما ذكرتي. يمكن ايضا بنك انجلترا الانظار متوجه عليه أنه يكون البنك الأول في عمليات بدء تجديد السياسة النقدية. أيضا في حال استمر في نفس السياسة الحالية قد نشهد مفاجأة للأسواق تدفع بجنيه الإسترليني للتراجع من جديد. ولو أنه الارتفاع بالعوائد على السندات قصيرة الأجل مؤخرا هو ما يدفع البعض للاعتقاد فعليا بأنه في تحرك لضبط مستويات السيولة بالسوق، لأنه بلش مثل ما قلنا البنوك المركزية عم بتغير نغمتها نوعا ما لناحية موضوع التضخم وبقاء ومعنى. وشفنا أيضا بأستراليا كيف ما تحرك البنك المركزي هناك لدعم النطاق المستهدف على سندات 2024. صحيح. يمكن شفنا يعني العوائد على السندات ايضا طويله الامد، بنشوفها انه بالفعل عم تلتمس النغمه التشدديه من البنوك المركزيه. يمكن شفنا البنك المركزي الكندي، ما شفنا بعد الخطوه اللي قام فيها ببدء في تقليص السيوله الا انه ما شفنا رده فعل ايجابيه كبيره على الدولار. يمكن ما زال عوائد السندات متحكمه في النغمه القادمه للبنوك المركزيه. بنتصور انه
خلال الربع الأخير من هذا العام راح نبدأ ندخل في 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 منحنى آخر من التجديد، وهذا الشيء راح يكون له يمكن أبعاد، يمكن تغير من 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 الأدوات الاستثمارية المستهدفة، يمكن نتوجه لأدوات استثمارية ذات عائد أقل ومخاطرة أقل عن الفترة الزمنية الحالية اللي منشوف فيها توجه نحو يمكن قطاعات أسهم أيضا كريبتوز. نعم. رغم أنه يمكن مخاطرتها عالية، لأنه توفر السيولة دفعت المستثمرين يمكن للتوجه بالاستثمار بأدوات استثمارية عالية المخاطر وعالية الريتيرن. نعم. بنفس الوقت. محمد المريري، شكرا جزيلا لحضورك معي صباح اليوم.